بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك عليم. ازيكم يا شباب؟ انا زميلكم عبد الرحمن الجندي، والنهارده معاكم في محاضره جديده من محاضرات الباراسيتولوجي. هنشرح درس اسمه النيماتود، وهناخد بارازايت من العيله ديت اسمها الانتروبيوس فيرميكولاريز. مبدئيا النيماتود ديت اللي هي الديدان الاسطوانيه، او لها اسم تاني اللي هي الراوند وورمز، يعني عامله شكلها راوندد او دائريه، ومن اسمها اسطوانيه او دائريه نفس الحاجه يعني، فهي دي النيماتوز. تعالوا نبدا ونشوف بقى هنتكلم عن ايه. اول حاجه تعالوا نعرف اصلا الستيجز بتاعتها كده. احنا بنبقى اطفال، وبعدين بنبقى مراهقين، وبعدين بنبقى بالغين. هي بتبقى ايه؟ بتبقى ايج، وبعد كده بتبقى لارفا يعني يرقه، وبعد كده بتبقى ادلت دوده بالغه يعني. اللارفا بتتقسم لكذا مرحلة هنا، أو اليرقة بتتقسم كذا مرحلة، L1 وL2 وL3 وL4، بعد كده بتبقى أدلت. فهي ديت مراحل حياتها. تعالوا نعرف بقى المورفولوجي بتاع الأدلت بتاعنا هنا. بيقول لك النيماتودز أو الراوند وورم أو ثريد لايك وورم، دي كلها نفس الأسماء. نيماتود يعني دودة اسطوانية، راوند لأنها اسطوانية أو دائرية، ثريد لايك عاملة زي الخيط، هي طويلة كده وعاملة زي الخيط فعلا، والخيط أصلا بيبقى يعني دائري بس صغير. فبيقول لك أول حاجة إنها سلندريكال، سلندريكال يعني عاملة زي الأسطوانة. إلينجيتد وورم يعني إيه؟ إلينجيتد يعني مطولة، يعني بالطول كده، مش مبططة أو عريضة زي الديدان المفلطحة أو كده، لا هي إلينجيتد يعني مطولة كده زي الخيط كده بالطول. أنسيجمنتد يعني إيه؟ يعني هي حتة واحدة على بعضها، مش حتت كتيرة سيجمنتس كتيرة ملزقة في بعض، لا هي أنسيجمنتد يعني حتة واحدة. وتابرنج ات بوث اندز يعني مدببه من الناحيتين، من الانتيريور والبوستيريور. بيقول لك في الكروس سيكشن لما بنقطعها بالعرض، الورم لها كافيتي، لها تجويف من جوه، شبه الاسطوانه كده، لو قطعنا الاسطوانه هنلاقي تجويف من جوه. هوريكم الصوره ليها، والتجويف ده بقى موجود جواه الديفرنت اورجنز، الاعضاء المختلفه. بيقول لك ان هي سيبرت سكس، السكس سيبرت يعني ايه؟ يعني الادلت في منه ميل وفي منه فيميل، مش هيرمافرودايت زي التريماتود. يعني التريماتود كانت هيرمافرودايت، كان الادلت كان فيها الادلت في الميل والفيميل سكس اورجنز، لكن لا دي منفصله عن بعضها. بيقول لك ان الميل اصغر من الفيميل، دايما الميل كده غلبان يا عيني، اصغر من الفيميل، وده تقريبا اصلا في كل البارازايتس يعني، او اغلب البارازايتس اللي عندنا. والبوستيرور اند بتاعت الميل بتبقى كيرفت يعني منحنية كده فينترلي يعني ناحية البطن، وهتشوفوا صورتها دلوقتي. هاز ماوث وانتستين وانس، وده فرق كمان ان هي لها انال كانال على عكس ايه التريماتود. التريماتود ما كانش ليها انس انس او انال كانال يعني. يبقى هنا عندي فرقين عن التريماتود، ان هي سيبريت سكس وان هي لها انال كانال. تعال نشوف الصور دي بقى. هي السلندر كان عامله شبه الاسطوانه كده بالظبط، وليها تجويف، والتجويف ده موجود جواه ايه؟ الاورجنز بتاعتها او الاعضاء بتاعتها. بصوا شايفين الفرق بين الميل والفيميل؟ شايفين ده الميل ودي الفيميل. هي تابرنج من البوث اندس الاثنين، تمام؟ الميل بيبقى كيرفد، شايفين؟ دي ناحيه الفنترال او الناحيه البطنيه بتاعته، وهو كيرفد هنا منحني ناحيه جوه، لكن الفيميل بتبقى ستريت، ودي الانال كانال، شايفين؟ طيب تعالوا نعرف بقى الجنرال لايف سايكل بتاع التريماتود، ايه قصه حياتها كده بشكل عام يعني، لكل ديدان او لاغلب الديدان من عيله النيماتود بتشترك معاها. هي النيماتود، المفروض الكلمه ديت مكتوبه غلط يعني، المفروض دي نيماتود، اوكي؟ طيب اول حاجه عندي ادلت ميل وفيميل، خدوا بالكم ميل وفيميل لانها ايه؟ سيبريت سكس. هيحصل بينهم فيرتلايزيشن او تزاوج، وينزلون جيل جديد من الايجز. البيض ده هيفقس وهيطلع لي ايه؟ لارفا. بس اللارفا بقى كان كذا مرحلة عندي، فعندي L1 لارفا تكبر تبقى L2 لارفا، تكبر تبقى L3 لارفا، L4، بعد كده اللارفا ديت ايه؟ تتحول لأدلت، والأدلت يحصل فيرتيليزيشن، وهكذا تكمل اللايف سايكل. طيب هنشوف هو قايل كلمتين برضو، على فكرة هي نيماتود، سوري. In the complete nematode's life cycle there are four larval stages، بيبقى في اربع مراحل للارفا زي ما احنا قلنا، L1 وL2 وL3 وL4. بتبقى بعدها immature adult. يعني ايه immature adult؟ هي بتبقى adult دوده بالغه بس لسه مش قادره تتكاثر، لما تكبر اكتر وتبقى adult قادر على التكاثر، ده بقى بيبقى mature adult، اوكي؟ فبيقول لك ان nematodes محتاجه only one host. احنا في الدياجرام ده او الصوره ديت يعني، هي ايه؟ كان فعلا هو هنا في ديفينيتيف هوست بس، لكن مفيش في الستيجز الثانيه هوستس، تمام؟
to complete their life cycle، ما عدا نوعين بس هما اللي بيحتاجوا اكتر من ايه، من one host يعني، اللي هو الفلاريا النيماتودز، الفلاريا ماشي، وحاجة اسمها دراكيو نيكولاس ميديانسز. النوعين دول بيحتاجوا two hosts، بيحتاجوا عائلين يعني عشان يكملوا اللايف سايكل بتاعتهم. تمام، نيجي بقى نشوف احنا بنقسم الديدان في العيلة دي ازاي. بنقسمها على حسب الهابيتات. يعني ايه الهابيتات؟ يعني هو الاورجان اللي بيعيش فيه الادلت. الاورجان خدوا بالكم ليه حاجات انتستاينال نيماتودز وحاجات تيشو نيماتود. يعني ايه انتستاينال نيماتود؟ يعني نيماتودز بتعيش في الانتستين، سواء سمول انتستين او لارج انتستين. ويعني ايه تيشو نيماتود؟ يعني نيماتودز او ديدان اسطوانيه بتعيش في اي تيشو غير الانتستين. تمام، تعال نبص هنا. اول حاجه عندي الانسان نيماتودز، نيماتودز ليفنج ان ذا انتستين. عندي سمول انتستين ولارج انتستين. سمول انتستين بصوا يعني اعرفوا الاسماء برضو عشان لو تسألتوا فيها، وانا هقول كل اسم مرتين عشان ايه تاخدوا بالكم النطق وكده. اول حاجة عندي ايه؟ اسكاريز لامبريكويتز، اسكاريز لامبريكويتز. تاني حاجة انكلستوما ديدونال، انكلستوما ديدونال. تالت حاجة نيكاتور امريكانوس، نيكاتور امريكانوس. رابع حاجة سترينجولويتز ستيروكراليز، سترينجولويتز ستيروكراليز. عارف اللي هو بطتنا بطتكم ولا ارنبنا في منور ارنب. ماشي. يا خامس حاجه ترايكنيلا سبايرالز، ترايكنيلا سبايرالز. ركزوا على بالاحمر ده لانه هو علينا دروس في المديول ده. في اللارج انتستين عندي انتروبياز فيرميكولاريز، انتروبياز فيرميكولاريز. ترايكورز ترايكورا، ترايكورز ترايكورا. طيب دي كانت الانتستين النيماتود. تعال نبص على التيشو نيماتود. التيشو نيماتود اللي هي نيماتود بتعيش في الليمفاتيك او السبكوتينيوس تيشو او اي تيشو يعني عامه غير الانتستين. طب بصوا عندي ادلت فورم ولارفال فورم. يعني ايه؟ يعني الادلت فورم ديت الديدان الدوده نفسها الادلت هي اللي عايشه في التيشو دوت. اما اللارفال فورم فاللارفا بتاعه الدوده ديت هي اللي بتعيش في التيشو، اما الادلت فورم لا مش بيعيش في التيشو دوت. تمام، وهوريكم برضو مثال عليها. الادلت فورم عندي في التيشو نيماتودز حاجه اسمها ويتشوريريا بانكروفتي، ويتشوريريا بانكروفتي. حاجه اسمها بروجيا مالايي، بروجيا مالايي. حاجه اسمها لوا لوا، لوا لوا. حاجه اسمها انكوسيركرا فالفلس، انكوسيركرا فالفلس. حاجه اسمها دراكيونيكولاس ميديانسز، دراكيونيكولاس ميديانسز. حاجه اسمها في اللارفال فورمز بقى يعني اللارفا هي اللي بتعيش في التيشو مش الادلت، حاجه اسمها توكسوكارا، توكسوكارا. وحاجه اسمها ترايكنيلا سبايرالز، ترايكنيلا سبايرالز. لو خدتوا بالكم ترايكنيلا سبايرالز الادلت بتاعها بيعيش في السمول انتستين، اما اللارفا بتاعتها بتعيش في التيشو، في التيشو، فسميناها ايه لارفال فورم يعني. دي كانت بالنسبه للكلاسيفيكيشن بتاعها. تعالوا ندخل بقى على الدرس بتاعنا او الجزء الثاني من الدرس بتاعنا اللي اسمه ايه، انتروبياس فيرميكولاريز. والانتروبياس فيرميكولاريز احنا مكونين كذا معلومه عنها. اول حاجه ان هي نيماتود، يعني دوده اسطوانيه، واللي ينطبق على الجنرال كاركترز بتاعه النيماتود هينطبق على الانتروبياس فيرميكولاريز ان شاء الله. وتاني حاجه ان هي من الكلاسيفيكيشن اللي فات دي فكانت بتعيش في اللارج انتستين، فاحنا عارفين كم معلومه اهو. بيقول لك ان هي لها اسماء تانية اللي هي الاوكزيريس او بين وورم او سيت وورم او ثريد وورم. بين وورم لانها مدببه، وثريد وورم لانها عامله زي الخيط. اصلا نيماتود، اصلا كل النيماتودز عاملين زي الخيط. سويت وورم يعني دوده المقعده او كده، اعتقد ان هي بتبقى لها علاقه بالانال والانس كانال والكلام دوت، فممكن يكون اسمها سويت وورم، سيت وورم سوري. فدي الانتروبياس فيرميكولاريز. هتكلم عن ايه؟ عايزين نعرف ايه عنها، عايزين نعرف الديزيز اللي بتعمله اسمه ايه، موجوده فين، مورفولوجي شكلها عامل ازاي، وقصه حياتها. انت ايه يا عم الدوده؟ قصه حياتك، جيتي منين ورحتي فين؟ باثولوجي المرض اللي بتعمله، كلينيكال بيكتشر هيظهر ايه على العيان او الاعراض اللي هتظهر على العيان. بعد كده الدياجنوزز، انا دكتور قاعد في عيادتي هشخص ازاي واعالج المريض ازاي، عشان انا بدرس الكلام ده عشان اعالج الناس، والبريفنشن الوقايه خير من العلاج، هنقي نفسنا ازاي. يلا بنبص على الديزيز. الديزيز من اسمها، كل الاسماء اللي انتوا سمعتوها ديت او اللي احنا قريناها، بصوا بقى انتروبياس هي اسمها انتروبياس، فهتبقى ايه؟ انتروبيازيس او اوكزيرييزيس او بين وورم ديزيز او سيت وورم ديزيز. كل دي الديزيز، اسماء الديزيز اللي بتعمله انتروبياس فيرميكولاريز. بعد كده الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، هي موجوده فين؟ بيقول لك ان هي كوزموبليتان. يعني ايه كوزموبليتان؟ يعني عالميه، تقريبا موجوده في جميع انحاء العالم. المورفولوجي، اول حاجه هنتكلم عن المورفولوجي بتاع الادلت. بيقول لك ان الادلت the worm has two anterior cuticular wings like expansions
ايه لا ايه الكلام ده، ايه الطلاسم دي؟ لا مش طلاسم ولا حاجه، انا هفهمكم. اول حاجه بيقول لك ان هي لها تو انتير كوتيكولار، يعني ايه كوتيكولار او كوتيكل او كوتيكل؟ يعني اصلا هي بمثابه الجلد بتاعنا بالنسبه للدوده، الطبقه او الجلد اللي مغطي الدوده بنسميه كوتيكل. فبيقول لك انها لها اتنين انتير كوتيكولار اكسبانشنز، يعني الكوتيكل بتاعها من قدام كده من ناحيه الانتير عمل اكسبانشن، بقى زياده كده، فعامل وينجز لايك، عامل شكل الجناحات دي بالظبط، نفس الشكل ده بالظبط اكسبانشن. هنا الجلد بتاعها من قدام عمل اكسبانشن زياده كده فكانه بقى جناحات، فبنسميه وينجز لايك او ايله. الايله يعني حاجه زايده كده عن باقي الجسم، تمام؟ فده تو انتيرو كوتيكولار اكسبانشنز او وينجز لايك او ايله. وزي ما احنا عارفين كلمتين دول بالظبط يعني حرفيا هما نفس، هي نيماتود، فالفيميل هتبقى اكبر من الميل، والميل هيبقى البوستيرو اند بتاعته كيرفت. فبيقول لك ان الفيميل از 10 ملم لكن الميل 5 ملم، والبوستيرو اند بتاعت الفيميل ستريت لكن البوستيرو اند بتاعت الميل كيرفت. نفس الكلام. تعالوا نبص على الايج. الايج قال لك ان السايز بتاعها 20 في 50 مايكرو، تمام. الشيب بلانو كونفكس. يعني ايه بلانو كونفكس؟ اللي هو عامل شبه حرف الدي، يعني فيها بلان، حاجه بلان كده، حاجه مستقيمه، وحاجه كونفكس، حاجه محدبه كده، تمام. فمدي حرف الدي اهو، بصوا كده حاجه بلان كده وحاجه كونفكس عليها، فمدي حرف الدي. والكونتنت جواها ايه؟ جواها فول ديفلوبد لارفا، لارفا مكتمله النمو، لارفا مكتمله النمو. احنا عارفين اصلا ايه اللي بيطلع من الايج، بيطلع لارفا، هي جواها اصلا لارفا بس فول ديفلوبد مكتمله النمو. ندخل على اللايف سايكل. احنا عايزين نعرف ايه في اللايف سايكل، عايزين نعرف الهابيتات، الاورجان اللي عايشه فيها، واحنا من الكلاسيكيشن ممكن نكون فاكرينها، مش هقولها دلوقتي لكن اللي فاكرها فعظيم او عايز جدا، اوكي. الديفينيتيف هوست يعني ايه؟ المكان او الكائن اللي عاش فيه الادلت. بعد كده الانترميديت هوست والانفكتيف ستيج، ايه المرحله اللي عدت الانسان. وبعد كده المود اوف انفكشن، الانسان ده ازاي اتعدى. تعالوا نبدا القصه بتاعتنا. القصه بتبدا من ادلت ميل وفيميل بتاع انتروبيس فيرميكولاريس عايشين فين؟ في اللارج انتستين. عايشين فين؟ في اللارج انتستين، ادلت ميل وفيميل. حصل بينهم ايه؟ فيرتلايزيشن او تزاوج او تلقيح، فنزلوا لي جيل جديد من الايج. الايج اقرب مخرج ليه فين؟ هو بما انه في اللارج انتستين فاقرب مخرج ليه الانال كانال، فهيطلع الايج من الانال كانال. الايج ده بقى لما يطلع من الانال كانال كده قدامه كذا طريق، اما انه يفضل عالق في السكين او في الجلد حوالين الانال كانال، تمام، هو اصلا بيض رخم كده بيشبك كده في الجلد، تمام، او انه ممكن ينزل في الاستول، او انه ممكن بقى يطير يروح في التربه لو الانسان ده ما بينظفش نفسه كويس، او او اي وسيله بقى او طريقه من قله النظافه، ممكن يروح للاكل عن طريق الانسان دوت، يجي في ايده مثلا والانسان يلمس اكل او شرب فيقع فيه، او يطير في التربه او يطير في الهواء او اي حاجه من الحاجات دي يعني، تمام. فلو طار مثلا وقع في الاكل او في الشرب ويجي الانسان يشرب الميه ديت او ياكل الاكل دوت، والاكل ده فيه ايج، تمام، فالام الايج داخل جوه الانسان تاني ويمشي يمشي 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 يدخل جوه السمول انتستين. مجرد ما الايج ده يبقى في السمول انتستين هيهاتش، هيفقس وهيطلع لي اللارفا اللي كانت جواه، واللارفا دي هتبدا تكبر 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 وتبقى ادلت، والادلت ايه تروح تعيش فين؟ في اللارج انتستين، ويحصل ايه؟ ادلت ميل وفيميل فيرتلايزيشن، ينزل الايج يروح اي مكان يتلوث او يلوث اي مكان ويرجع تاني جسم انسان وهكذا. هل بس هي دي الحل او الطريقه الوحيده او اللايف سايكل الوحيده؟ لا، ممكن في طريق تاني في اللايف سايكل ديت، ان ممكن لو الانسان ده طفل، انا قلت لكم ان الايج دي رخمه بتطلع من الانال كانال وتشبك في الجلد حوالين الانال كانال، زي الصوره دي كده، الايج شبك في الجلد حوالين الانال كانال، فيجي الطفل دوت ما يعرفش حاجه يلمس الجلد حوالين الانال كانال دوت، فالايج تبقى في ايده، وبعد كده لما الايج تبقى في ايده يحط ايده في بقه تاني، فيدخل الايج جوه بقه وتروح للسمول انتستين وتهاتش وتبقى لارفا، واللارفا تكبر تبقى ادلت، والادلت تروح لللارج انتستين، تمام. فدي فرع تاني في اللايف سايكل، ودي بنسميها اوتو انفكشن، لان مفيش اي عامل خارجي سبب العدوى، ما راحتش الاكل والاكل وبعدين بلع الاكل وكده، لا ده هو اللي حط ايده، وهو اللي حط ايده في بقه تاني وبتاع مش عارف ايه، وهو اللي عدى نفسه بنفسه، بنسميها ايه؟ اوتو انفكشن. تعالوا نشوف الايتمز بقى اللي احنا عايزين نطلعها. اول حاجه الهابيتات او الاورجان اللي عاش فيه الادلت كان ايه؟ كان اللارج انتستين، احسنتم.
طب الديفينيتيف هوست يعني الكائن اللي عاش فيه الادلت، كان ايه؟ كان الانسان المان. جميل جدا. انترميديت هوست، هل في انترميديت هوست في اللايف سايكل دي؟ هل كده اللايف سايكل دي فيها انترميديت هوست؟ لا، ده هو الانسان ومش عارف ايه والانسان تاني. يبقى ايه؟ نو انترميديت هوست. الانفكتيف ستيج، الانفكتيف ستيج ايه المرحله اللي دخلت جسم الانسان وسببت العدوى؟ الامبريونيتد ايج. يعني ايه؟ يعني ايج وهل امبريو اللي هو اللارفا يعني او اليرقه. يبقى الايج كونتينر ايه؟ الامبريو او الامبريونيتد ايج بيبقى جواها سكند ستيج لارفا، يعني هي النوع ده من النيماتود اللي هي الانترفيز فيرميكولاريز، الايج بتاعتها جواها اللي تو على طول. تمام. طب المود اوف انفكشن بقى، سواء ايتينج سواء درينكينج سواء انهيليشن يعني شم، سواء السويل يعني من التربه، كل الحاجات ديت لما بتتلوث بالايج ممكن تنقل الايه؟ العدوى للانسان. فكل دي ممكن تكون مود اوف انفكشنز. تمام. او اوتو انفكشن اللي هي بقى الطفل اللي حط ايده في بقه. اوكي. فهي دي كلها طرق مود اوف انفكشن بالنسبه للانتروبيس فيرميكولاريز. اهو نفس الكلام تقريبا، بيقول لك الهابيتات لارج انتستين ديفينيتيف هوست مان وهو الاونلي هوست. ركزوا على الاونلي هوست ديت. تمام. انفكتيف ستيج امبريونيتد ايج جواها السكند ستيج لارفا. مود اوف انفكشن ممكن يكون دايركت فروم بيرسون تو بيرسون باي فيكو اورال روت، يعني فيكو اورال روت يعني الانسان نقل العدوى من الفيكس او الاستول بتاعه وراحت في اكل وبعدين دخلت للاورال او للماوث بتاع انسان تاني. تمام. فروم بيرسون تو بيرسون. او انهاليشن ان هو يشم بقى او يبلع اي اكل ملوث او اي حاجه ملوثه. ماشي. او كونتامينيتد بلانكس او شيتس، اغطيه او بطاطين ملوثه. من الحاجات اللي بيقولوا بيتكلموا عنها عن الدوده ديت، يعني ان لما بتيجي الفرد في العيله بتصيب باقي العيله لانها بتبقى الاكس بتاعتها بتمسك في الاغطيه والبطاطين والفرش والعفش في البيت يعني، وبتتنقل للناس لانها رخمه قوي. اوكي. او ممكن تكون اوتو انفكشن عن طريق الفينجر بيتنج او الثامب ساكينج، للطفل اللي بيحط ايده في بقه يعني او بيمص صبعه. تمام. ودي بتبقى اوتو انفكشن واكسترنال لانها خرجت من الجسم ورجعت تاني، فاكسترنال خارجي. اوتو انفكشن هو اللي عدى نفسه بنفسه، واكسترنال لانها خرجت من جسمه. اوكي. دي اللايف سايكل. بعد كده هنتكلم على الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر، هما الاثنين تقريبا نفس الحاجه. بيقول لك اول حاجه الدوده دي يعني هي تافهه لا تذكر، لو عدوى خفيفة او بسيطة فهتبقى ايه؟ هتبقى اسيمتوماتيك لانها بتحصل بتعملش انجري يذكر يعني. لكن لو الموضوع زيادة شوية فممكن تبدأ تعمل اعراض. الاعراض بتاعتها ممكن تكون انتستينال او نون انتستينال، بتعمل حاجات انتستينال حاجات على مستوى الانتستين والبطن ومش عارف ايه، وحاجات نون انتستينال حاجات برا او بعيدة عن الانتستين. الحاجات الانتستينال بتعمل حاجة اسمها نكتورنال انال بريورايتس، يعني ايه؟ يعني حكة ليلية او هرش. الانسان اللي مصاب بالانتروبيس فيرميكولاريز بيحس بهرش الراوند الانال كانال. تمام. حوالين فتحة الشرج والحكه دي بتزيد قوي بالليل. تمام. وده الموست كومن سيمبتومز نتيجه بقى لوجود الاكس. الاكس اصلا ديت يعني بتعمل اريتيشن او بتعمل تهيج للجلد فبتخلي الانسان يحس بحكه. ممكن تعمل انوركسيا، سدت نفس اكيد طبعا، كميه رهيبه من الدود موجود في اللارج انتستين بتاعتك فبتسد نفسك. ممكن تعمل ابندسايتس. ليه ابندسايتس؟ احنا عارفين ان الزايده الدوديه او الابندكس موجوده في اللارج انتستين، فلو في بارازايتس او ديدان راحت للابندكس او للزايده هتبدا تهيجها لانها جسم غريب موجود فيها، فتهيجها بقى وتبدا تعمل التهاب الزايده الدوديه او اللي بنسميه ابندسايتس. ممكن تعمل بقى اعراض النون انتستينال مانيفيستاشن، ودي غالبا تقف في الومن. تمام. اول حاجه ومشهوره في الومن يعني، وبيقول لك ان اصلا الست يقدر عليها ست زيها. تمام. هم بقى يعني جبروتهم على بعض. بيقول لك في الومن بيحصل ايه؟ بيحصل مايجريشن للادلت فيميل، فيميل ورم. تمام. يبقى في الومن مين اللي بتهاجر؟ الفيميل ورم بتهاجر من الانال كانال او من اللارج انتستين وتروح لقدام للمهبل او الفاجينا، فتعمل حاجات او التهابات على مستوى الفاجينا والمنطقه دي كلها. ممكن تعمل ايه؟ فاجينايتس يعني التهاب في المهبل، او فالفيلايتس او اندومترايتس يعني التهاب في بطانه الرحم، او سالبنجايتس يعني التهاب في قناه فالوب. متخيلين وصلت لحد فين؟ لحد قناه فالوب. برضو من الاعراض النون انتستينال ممكن تعمل حاجه اسمها نكتورنال النيورسز، يعني ايه؟ يعني تبول ليلي لا اراده. تلاقي الشخص المصاب بالانتروبيس فيرميكولاريز شخص كبير وعاقل واعي، وتلاقيه بيتبول ليليا لما ينام على نفسه يعني. ربنا يعافي كل مصاب. ممكن تعمل ريكارنت يو تي اي. يعني ايه ريكارنت يو تي اي؟ يعني يو تي اي دي يعني يورينري تراكت انفكشن،
يعني عدوى على اليورينري تراكت او المسار البولي، والعدوى دي بتبقى ريكارنت يعني مستمرة، كل ما تخف وترجع تخف وترجع تخف وترجع من غير سبب مقنع، فده بيكون سببها مثلا الانتروبيس فيرميكوليرز. طيب ازاي هبدأ اشخص او اعمل دياجنوزز؟ اول حاجة في الدياجنوز عندي ايج ان انستول ولا ان ايه بقى؟ شوفوا المفاجأة ديت وركزوا عليها جدا، الايج ان بريانال سكن في الجلد حوالين السكن، ودي بتبقى 95% من الدياجنوزز، دي الموست اكيوريت اوكي، ودي الموست كومن ميثود في الدياجنوزز. ليه؟ لان الايج وهو نازل ما بينزلش في كله في الاستول، لا انا قايل لك ان الايج ده رخم، رخم بيمسك او بيشبك او بيتعلق في السكن، فبيبقى بنسبه 95% الايج ده موجود في البريانال سكيل السكن او الجلد اللي حوالين الانال كانال، تمام؟ وده بنعمل دياجنوز عن طريق حاجه اسمها ان اي اتش سواب وهقول لكم عليها. برضو ممكن نعمل نشوف الايج او نشوف الادلت نفسها سواء في الاستول تمام او في اليورين، لا ودي في حالات الفيميل، لان زي ما قلت لكم الايج او الدوده او الادلت فيميل بتطلع من اللارج انتستين وتروح عند الفيميل قدام، فممكن تنزل في اليورين يعني، ودي 5%. تعال نشوف بقى ايه الان اي اتش سواب دي. الان اي اتش سواب دي اسمها ناشونال انستيتيوت اوف هيلث سواب، ودي بتبقى عباره عن عود كده من زجاجي بيبقى على اوله ورقه سلوفان، وبنعمل مسحه بنمسح في بالسواب دي حوالين الانال كانال في الجلد اللي حوالين الانال كانال، وبعد كده بناخد المسحه دي ونعمل لها سبريد او نحطها على سلايد ونبدا نبص على السلايد دي تحت الميكروسكوب ونشوف بقى ايه الاكس بتاعه الانتروبيس فيرميكولاريس. بيقول لك اسلوفان بيبر از فولدد اند تايد ات ذا تيب اوف ا جلاس رود ان اتست تيوب، بعد كده بتتغطى وبيقول لك السلوفان بيبر ديت بتتحط على ابلايد تو ذا برينال ريجون في الجلد اللي حوالين برينال او حوالين الانال كانال، بعد كده بتبقى بتتشال وتتحط سبريد على اي سلايد عشان نشوفها تحت الميكروسكوب. طيب التريتمنت بندي حاجه اسمها ميبندازول او فيرموكس، افتكر ان احنا بندي حاجه اسمها ميبندازول فالدوده ايه بتموت بموت، تمام؟ ميبندازول فالدوده بموت. العلاج عندي حاجه اسمها ميبندازول او فيرموكس وحاجه تانية اسمها ايه بارينتال باموت، بارينتال باموت افتكرها ميبندازول باموت، الدوده بتموت لما بدي بميبندازول اوكي. اي حاجه اهم حاجه نحفظ تمام. البريفنشن اول حاجه عندي بيرسونال اند كوميونتي هايجين، ما هو لو الشخص في هايجين وفي وقايه وفي نظافه مش هيحصل تلوث للدرينكس او للفود، فالايج مش هيتنقل له فالانسان هيفضل سليم تمام. برضو من الطرق الواشنج ان احنا نغسل الهدوم واغطيه وفرش السرير يعني بميه مغليه عشان ده هيساعد ان الايج ديت تموت او نتخلص منها. زي ما قلت لكم ان هي اصلا ايج رخم بيلزق ويمسك ويتشبث ويتعلق بالاغطيه والفرش والكلام ده كله اوكي. طيب احنا كده خلصنا، تعال نشوف شويه الاسئله دول. اول حاجه بيقول لك all the parasites blue are hermaphrodite، كل دول hermaphrodite يعني ايه hermaphrodite؟ يعني الميل والفيميل سكس اورجنز في نفس الدوده ما عدا ايه فاشولا جيجانتيكا فاشولا هيباتيكا هيتروفس هيتروفس ولا انتروبيس فيرميكولاز انتروبيس فيرميكولاز، لان هي دي النيماتود، اما دول كلهم تريماتود والتريماتود كلها كانت hermaphrodite ما عدا ايه، ما عدا ايه اللي كانت سيبرت سكس بحرف الاس شيستوزوما. شاطرين. طيب which of the following contain an adult of intrubius vermicularis، الادلت بتاع intrubius vermicularis بيبقى فين؟ بيبقى في الهيومن، بيبقى في البرنيلا، بيبقى في الموجيل، بيبقى في البوري، لا ده بيبقى في الهيومن وده الاونلي هوست بتاعه. شاطرين. which of the following is the commonest symptoms of intrubius vermicularis infection، ايه اشهر symptoms؟ nocturnal anal pruritus anorexia ulceration nocturnal aneurysms، لا nocturnal anal pruritus حكه ليليه. طيب What is the diagnostic stage of intrubius vermicularis؟ احنا بنشخص intrubius vermicularis ازاي؟ ايج انستول صح بنسبه 5% بس اوكي، هي ايج ان يورين ايوه هي والاستول 5%، ايج ان سكين دي 95%، all of the above all of the above صح. طيب عارف لو كان قال لي was the most common او most accurate كنت هقول ايه؟ ايج ان سكين اوكي تمام. دي كانت محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة لطيفة ووصلنا المعلومات بسرعة، وربنا معاكم يا رب يا شباب.